السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخطأ المؤذن في الأذان بأن قدم جملة على جملة، فهل يعيد الأذان كاملا؟ يعيد الجملة الكلمة التي صحها ويبني عليها ما بعدها، يكمل أذانه، يصحح الخطأ ويكمل أذانه. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.